والله ونولت اللي ببالك يا مندور يا ابو الدهب، وعملت ملاهي الشيطان ونفذت وصيه ابوك. الله يرحمك ابوي ويحسن اليك، انت اللي زرعت في قلبي الشر والقسوه، ولغيت من حياتي حاجه اسمها شفقه ولا رحمه. مش هنسى يا ابوي اول ما وعيت على الدنيا شفتك وانت بتقتل امي وامي بتقتلك، ودخلت عمتي قتلتكم انتوا الاثنين، ودخل جدي خلص عليكم كلكم، رضعت منكم الشر. ربنا يبارك فيكم وفي سيرتكم العطره. اول مره قتلت فيها كان عندي 12 سنه، واول مره اغتصبت فيها كان عندي 12 سنه، واول يوم حركت فيه غطان للغلابه كان عندي 12 سنة. بس كان نفسي ربنا يكملها بمترين ثلاثة طول عشان الهبة تكمل، لكن بعون الله أنا عوضها بالرعب للخلايق اللي بيقولوا عليهم غلابة، دول عايزين الحرق. يا رب يا رب زودني شر وقوة. خش يا كتعة. يا ساتر العوافي يا مندور بيه، جبت لك ست البنات. جر يا بيت، جرب يا بيت على سيدك يا بيت. تأمرني بحاجة تانية يا مندور بيه؟ استني أولي يا رغاية، أنت جاية جاهزة أحمر وملعلط. لف يا بيت، بس يا بيت دوختيني. وقفوها، وقف يا بيت، وقفي. إيه قولي لي يا ولية، ضفايرها دي ضفاير ولا اكستنشن؟ لا ضفاير يا مندور بيه، كله هيبان. ما احنا ما هنلعب مع بعض، هنشد بعض، هيبان. لعبي حواجبك يا بيت. بس خلاص خلاص، مجنونه باين عليها ولا هبله. حواجبها دي بتاعت ربنا ولا تاتو؟ لا بتاعت ربنا. هنشوف، احنا برضه ما نغازل بعض، انت خبره شغلانتك. هنلعب حواجب بعضينا وهنفهم. ماشي، لم يا وليه تجلبيه، لم يا بت. والجسم ده خساسان ولا شافطه؟ لا طبيعي يا مندور بيه. حلو، والجورة دي مفروضة من عند ربنا ولا ضربة بوتوكس؟ لا 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 لا، مفروضة من عند ربنا. افتكري افتكري كل كلمة قلتها لي، عشان لو كدبت في كلمة انت خابرة ايه اللي هيحصل لي. حاضر يا مندور بيه. ادوا الولية دي 50 قرش. 50 قرش؟ 50 قرش اعمل بيهم ايه يا مندور بيه؟ حرام عليك يا مفتر يا ظالم، طلبت مني صبية حلوة، جبت لك وردة مفتحة ولابسة أحمر زي ما أنت قلت. حرام عليك، حرام عليك يا مفتر، اعمل ايه من 50 قرش؟ مفيش حاجة يا مندور بيه. خدوها قطعوا لها رقبتها. لا يا مندور بيه. وطلعوا اللسان وقطعوه عشان الغولة بتحب اللسان. حرام عليك يا مندور بيه. قطعوا دراعتها. ده الظالم قال. تعالي يا بت، تعالي يا بت. ترمي كله قدام عينك من الاول عشان تبقي شايفه وخابره وعارفه انت هتعاشري مين. ها افهمي، عشان ما تضيعيش، انت لسه شباب. القهوه اقول عليها زياده، تيجي مظبوط رقبتك هتطير، فاهمه ولا لا؟ كلمه تخرج من الدار دي سمعتيها انت فاهمه، هقطعها قطيع. ما عنديش يعني ما ها. ايوه ايوه، ودخلتي وقعدتي من غير ما تبوسي يد سيدك، هعديلك الغلطه دي. بوسي. كفايه كفايه كفايه، إيه انت جعانه ولا ايه؟ بوسي. خلاص كفايه، خلاص خلاص، خلصنا خلصنا. عايز اقول لك على حاجه، الرعب اللي انا مسببه للبلد دهون، والشر اللي انا بسه فيه، كل دي كوم، ده منظور تاني. لكن منظور بيه مع الستات حاجة تانية خالص. تلاقيني هايف، أحب الدلع أنا وأحب الحريم. إيه بنت الحلاوة دي؟ ما شاء الله، إيه دي؟ ودي كبيرة حبتين. ده حلق يا مندور بيه. أيوه 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 أيوه، ربنا يزيد. بت يلا يا بت، كبسي ظهري يا بت. كبسي، يخرب بيتك، مال يدك تقيلة ليه؟ مش يد ست، دي يد راجل. مالك؟ ما أنت يدك حلوة زي الفل أهو. إزيك يا بت يا صبري؟ مالك يا بت في إيه؟ في إيه يا بت؟ هي ما قالتلكش انني ملبوسه؟ مين اللي قالتلي؟ ومين ملبوس؟ مين لابس مين؟ انا ما اعرفش حاجه. اديك عرفت.
طب اعملي هاني دلوك، يعني انت مين؟ ولا انت لابسها ولا هي اللي لابساك؟ ولا انتوا التنين عايزين تلبسوني؟ انت عايز ايه؟ انت مين؟ اني ثروت. ثروت؟ طب وانت ليه لابس الولية دي يا عم ثروت؟ الحب. حب؟ طيب ربنا يهنيكم ببعض. ده انت حلتها يا عم ثروت. انا اطلع برا وانتوا التنين تحبوا بعضيكم، انتوا صبرين وخذوا راحتكم، الدار كلها تحت امركم. انت بس لو عزتوا حاجه اوقف وقول يا دي مندور تلاقيني خدام تحت رجليك. بس ابو سيدك فكاد يا عم ثروت، سلام قولا من رب الرحيم. لا بس ليش كده؟ انا بخاف يعني. شوف انا عامل ملاهي الشيطان وكل حاجه، بس انا بخاف. اعمل ايه يا عم ثروت؟ تعال هنا. ولا هنا ولا ما مش هاجي ثروت. تعال هنا. حياتي النميمة ما انا جاي ثروت. تعال هنا. انت زفتها يا سوي. أوامرك يا مندور بيه. عملتوا ايه في الولية اللي جابت البلوة دي؟ قتلناه. حلو حلو حلو، الحمد لله. ليه يا مندور بيه؟ ده هي اللي جابت لك ست الحسن والجمال. حياة النبي، طب سلم على ست الحسن والجمال. ازيك يا ست الحسن والجمال؟ اهلا اهلا. شوف ما طلعتش ست الحسن. قول لها انت مين؟ قول لها انت مين؟ انت مين؟ انا ثروت. يلا خد يا الزريبه، ما فينا تسيبها لوحدي. امشي امشي، خد هترتاح يا عم ثروت. الزريبه كل زي ما اتفقنا، زي ما اتفقنا. امشي امشي. لا خدها انت، خدها انت. امشي امشي، روح يا عم ثروت، روح روح. اسود ده الا للسودة دي، الظاهر من كتر الناس اللي قتلناهم هيطلع على دماغي. استر يا رب. سلام قوله من رب رحيم. مين؟ أنا ثروت يا مندور. أنت لسه ماشي ثروت ولا اللي مشي ديت البيت؟ أنا ما بقيتش فاهم حاجة، عايز مني إيه؟ أنا موجود معاك يا عم نمرة السرايا، عايز مني إيه؟ أنا حبيتك. والمطلوب؟ أقعد معاك وأسيبها. خلاص تقعد معاي، وانا زي ما انت شايف يعني ربنا فتح عليا وعامل ملاهي للشيطان، انت اللي هتمسكها ومرتبها تشوف، بس الحماية الاول. بجد هتحميني؟ احميك. ربنا يبارك فيك يا عم ثروت، واهم حاجة ما تطلعليش وانا لوحدي بعد كده، نتقابل في الملاهي. اتفقنا؟ اتفقنا. بالسلامة انت، بالسلامة. استبيني استبيني. الحمد لله الحمد لله. سعادة البيت بتكلم راجل شرير مولود في الشر. ايوه كل البلد مرعوبة، كله خايف، وما فيش حديث في البلد غير على الغول الغول الغول. ايوه مندورة بالذهب مسيطر. سلام، بتكلم مين يا مندور بيه؟ لا دي النمرة غلط. اهلا وسهلا بالرجالة، خير داخلين مبرقين كده يعني، مالكم؟ عايزين نقول لجنابك على حاجة. قول يا عوض. قول انت يا عطيه. عايزين نقول لجنابك على حاجة. ما تقول يا عطيه. قول انت يا عسوي. عايزين نقول لجنابك على حاجة. ما تقول يا زفت الطين. فيه إراد كل مادة في الناس. إراد ايه؟ واحنا لسه جمعنا المحصول، انت فين والقصف فيه؟ إراد الملاهي. اسم الله على جنابك. اسم الله عليك انت يا اخوي. ملاهي ايه؟ ملاهي الشيطان. الإراد ماله؟ في النازل. ملاهي ايه؟ الشيطان. الشيطان؟ الإراد نازل بتاع ملاهي الشيطان؟ ليه؟ شايفني قاعد انا بعمل محشي مع النسوان في البيت ولا ايه؟ اما الطوابير اللي انا شايفها ليل ونهار دي بيلعبوا المراجيح اللي بيتفرجوا على العفاريت؟ لا بيتفرجوا على العفاريت. حلو، اديك قلت بعظمة لسانك. اللي بيتفرج على العفاريت مش بيقطع تذاكر؟ ايوه. اي امال انت جاي تقول لي ليه الايراد بيقل؟ يبقى انت زي ابوه، وابوك كان ايه؟ حرامي؟ ايوه انا نسيتك، انت ابن زكي. انت ابن زكي يا ابن الحراميه. وانا بكهربك؟ ده انا بديك باليدات. عايز تسرقني؟ فين يا هاد؟ اتعادل وقول لي مين اللي بيقول لي يا ولد النصابين؟ الإراد. الإراد بتتكلم؟ يا صدقوا عطية بيقول الحق يا مندور. مندور؟ انت نسيت مندور بيه ونسيت نفسك ولا ايه؟ انا نسيت نفسي. انت نسيت نفسك؟ ايوه. انت شك معاه يا مندور بيه، ما تظنش فينا السوق. امال اظن؟ يبقى انت معاهم. تعال عشان انت تخين هاخد معاك وقت. لا انا مندوره بالذهب، اقطع الثلاث روس دول. فاهمين ولا مش فاهمين؟ سامحنا يا مندور بيه. قول لي الحقيقه، الناس عايزه ايه؟ يا مندور بيه. ايه؟ الناس ما بقتش تخاف من العفاريه. عايزين يشوفوا الغولة نتنب فيها. ايه هاد الاداء الاوفر دي؟ يشوفوا الغولة نتنب فيها. زدنا فيها.
هاتلهم غولة. غولة يا مندور بيه، ما احنا دفنينه سوا. ايوه صحيح، ده احنا ما عندناش غولة ذات نفسية. طب هنعمل ايه؟ بس جات الفكرة، احنا عايزين غولة غولة صح؟ ايوه. يبقى نعمل كاستنج. ايه الاشكال اللي بتجيبوها دي؟ لفي افرد يديكي وعلى البيت. يلا خاف منيها واخرج على طول. السلامة. هنعمل ايه؟ استنى جات الفكرة. عارفين مين تبقى الغولة؟ مين؟ هات البت صابرين الملبوسة دي. يا سلامة منظور بيه، لو ملاه الشيطان دي ترجع زي زمان. هترجع وشرفك لترجع عطية واقوى من زمان، وهتلاقي الطوابير لحد اخر البلد، وهنكسب والفلوس هتلعب معانا تاني. الناس عايزة ايه؟ عايزة الغولة، عملنا لهم غولة. مش زبطوا صابرين؟ خلاص انتهينا، ما تخافش. بس انتوا خلي بالكم من شغل، ما توقفوش مبرقين كده بس والناس تدخل من وراكم. ها اصحوا. عارفين يا بقرة انت وهو، لما الفلوس تلعب معانا تاني هعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ هجيب ميني كوبر. طول عمرك طموح يا منظور بيه. لا ونزيه. واللي في يدك مش ليه. واللي ليه مش ليه. يعني ايه الجملة؟ يعني ايه اللي ليه؟ واي كلام؟ هو اي كلام؟ شوفوا الزفت اللي بتجهزوها، بقالكم يومين. يا عيسوي اهو عيسوي جاء. وش يا ملبوسي؟ يلا اهي جهزت يا منظور بيه وبقيت مية مية. صابرين صابرين عابت. قوم يا عقل انت. اقعد يا بت اقعد. تذكر جاهزة؟ جاهزة. مش عايز دلع في الملاهي ها؟ ايه؟ ايه بتزن في وشي ليه؟ لا دي مش صابرين، مش صابرين، دي غولة بجد. ضحك عليكم حد جاب لكم غولة بجد. عطيه. لا رخان. لا عطيه. لا خايف. عطيه. لا منظور بيه، منظور بيه. اللي على منهف في الخلق هيطلع علينا، اللي عملناه في الناس طلع علينا. بص ما جرب بتزوم ازاي. شكلي تشليت. ايه يا منظور بيه؟ تشليت. العصاية وقعت. ما توقع العصاية، بقول لك تشليت، بقول لي عصاية. انا خايف يا ناس. روحوني. ما انت في بيتك يا منظور بيه. لا ده مش بيتي، مش دخله تاني. وانت براحتك، برطع براحتك فيه. يعني انتم مستنين منزف من الخوف قدامكم. شلوني حمل يا ولد. شلوني حمل. شلوني ابني يا ولد. شلوني ابني يا ولد.